إلى مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت اتجهنا لتستقبلنا بجوها الدافئ الذي أذاب جليد الشوق في قلوبنا. التقطنا أنفاسنا على وقع حركتها اليومية في النهار وهي تبتسم للأرض والإنسان. البحر من أمامك والجبل من خلفك لتحتوي قلوب الساكنين فيها. حتى في الليل تغدق عليك بجمالها، تمتزج أضواؤها بحركة الناس. إنها المكلا، المدينة التي تعشق السلام والهدوء بخورها وشواطئها بمبانيها ومعالمها، ومنها حصن أو قصر الغويزي، أحد القصور القديمة في المدينة، تحفة معمارية تم إنشاؤها على سفح صخر منحن لحماية المدينة من الهجمات البدوية سابقاً. وأنت قادم إلى مدينة المكلا من الجهة الشمالية الشرقية، يستقبلك حصن الغويزي الواقع على أعلى صخرة ممتدة، والذي يعتبر من الأبنية المعلقة على الصخور. الحصن الذي وحسب الدراسات التاريخية للمكان تواجد قبل 300 إلى 400 عام، وبالتحديد في العام 1716 للميلاد، وكان بناؤه قد تم من قبل آل كساد، وذلك منعا للهجمات التي كانت تأتي من السلطنة القعيطية والكثيرية من سيئون والشحر ودوعن وغيرها. يعد هذا الحصن برموزه المختلفة معلما أساسيا لمدينة المكلا، والمكون كما تشاهدون من طابقين اثنين تخللت في بنائه الطوب والخشب والمواد التي ساعدت على تماسكه طوال الفترات السابقة والتي لم تتأثر بعوامل التعرية. الغويزي الذي قيل بأنه على فترات زمنية طويلة كان يصد الهجوم الذي يأتي على مدينة المكلا، ولذلك سمي بعدة أسماء، سمي بالفك، سمي بالمقص، سمي بالأسد، ولكنه ارتبط بعد ذلك بكلمة الغويزي نسبة لأحد حراسه الذين قاموا بحراسته لفترة طويلة وهو سعيد الغويزي، وكانت له مكانته الخاصة بين أبناء مدينة المكلا كما تحدثت رواية تاريخية عن ذلك، وبالتالي نسب هذا الحصن إليه. كما نشاهد فإنه يتكون من
مجموعة من الفتحات المنشارية الشكل من الأسفل، بينما في الأعلى تمتد باتساع كبير، ثم هناك نجد سورا يصل إلى المتر تقريبا والذي يتسطح قائمة الحصن، يطل على مدينة المكلا ويحتضنها من جميع جوانبها. يا ساكن في المكلا إلا وإلا، رجع قليبي ليس إلا، لا تعند معي شوف وإلا، من فن الحضارم بان غني دان. إذن كانت هذه هي رحلتنا في مدينة المكلا، المدينة التي تستلقي على ظهر البحر وتستند على قاعدة الجبل. المكلا، المدينة التي جمعت الجمال والأمانة والروعة في ذات الوقت مع روعة وجمال أهلها الطيبين. نتمنى من الله تعالى أن تكونوا قد استمتعتم معنا في رحلتنا في حلقة اليوم.